تساؤلات وحالة من الترقب تخيم على اليمنيين بعد إعلان تأجيل مفاوضات الكويت التي كانت مقررة الاثنين. أما أسباب التأجيل فقد عزاها البعض إلى شرط جماعة أنصار الله الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح بوقف الغارات الجوية لطيران التحالف قبل التفاوض، فيما مصادر أخرى عزتها إلى خلاف بين الحوثيين وحزب صالح في التمثيل في المفاوضات. الوفد الوطني لديه بعض الاستفسارات وبعض النقاط، أراد أن تكون واضحة وصريحة أمامه قبل أن يذهب إلى هناك، وهذا حق مشروع، ولكني أنا على ثقة أن 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 أنهم سيذهبون وستكون الكويت كعادتها حاملة بالآمال والبشائر للشعب اليمني. الحوار في الكويت لن ينجح كما لم ينجح لا في عمان ولا في جنيف واحد وجنيف اثنين، لن ينجح الحوار لأن الحل هو حل داخلي أولا بالأساس. يأتي هذا فيما وقع المتحاربون في جبهات الجوف وتعز ومأرب ونهم اتفاقات لوقف إطلاق النار ورفع الحصار والسماح بمرور المواطنين والمساعدات الإنسانية إلى تلك المحافظات والمناطق، مع بعض الخروقات التي شهدتها تلك الجبهات. ضحايا وخسائر فادحة وجراح هي كل ما جناه اليمنيون من هذه الحرب حسب مراقبين، والشاهد على ذلك مدينة تعز. في مدينة تعز خرجت هذه المسيرة الجماهيرية الاستباقية لمفاوضات الكويت بهدف إيصال رسالة للمتفاوضين تبلغهم رفض تعز لتجاوز جراحاتها وتضحياتها حسب القائمين على التظاهرة. المسيرة التي خرجت صباح اليوم في مدينة تعز هي تطالب المفاوضين وتطالب مفاوضات الكويت بوقف إطلاق النار وكسر الحصار وإدخال المساعدات الطبية. قبل يومين كان هناك توقيع على هدنة وقف إطلاق النار في المدينة، لكن لم نأمل ذلك على الواقع بتاتا. ما زال الاشتباكات مستمرة، ما زال القصف مستمر، ما زال الحصار كما هو. جرس الخطر يدق على هذه المدينة من حصار خانق على هذه المدينة ومن اختراق من قبل ميليشيا الحوثي وصالح على الهدنة. معظم الجبهات تشهد اشتباكات، لكن الأمل في الشارع اليمني يبقى في التئام الفرقاء وخروجهم بقرارات منصفة تؤسس للسلام والعدل والشراكة المتساوية ووحدة الصف. عبد الكريم الشيباني، الحرة، صنعاء.